زكريا على ما يبدو يشكو من إصابة في هذه اللحظات. يخرج زكريا يدخل أيوب ناناحو. زكريا 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 ماذا فعلت؟ زكريا زكريا حدراف. لا لا زكريا لا زكريا زكريا أرجوك زكريا أرجوك زكريا حدراف، أنت لاعب كبير ومقامك كبير وذو سمعة طيبة. صحيح النرفزة شيء عادي، ولكن لا تبالغ في ذلك، أنت كبير بأدائك وكبير بأخلاقك. رائع رائع زكريا، أخيرا يتقبل الأمر، يتقبل الأمر زكريا حدراف. غير معقول هنا في لحظة خروجي. ماذا يفعل زكريا؟ ماذا يفعل زكريا؟ ماذا يفعل زكريا؟ وما معنى هذه؟ ما معنى هذه الإشارة؟ وما معنى زكريا حدراف معروف بالأخلاق ديالو بالتربية ديالو، ماشي غير دابا، مدة سنين هو تلعب في الميادين المغربية، ما عمرني سألت لشي واحد بشي حاجة اللي هي خيبة، ولكن اليوم سألت لواحد زميل ديالي، ولكن ماشي من القلب ديالي، غير 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 عفوية. نتمنى إن شاء الله من القدام هادشي ما يطراش، ونتمنى من خير لا ليا ولا الزميل ديالي ولا ليكيب ديالنا. حاجة أخرى بالنسبة للناس اللي تيقولوا كان باغي يشتف على توني ديال فريق الرجاء البيضاوي، أنا ما عمرني نشتف على توني ديال فريق الرجاء البيضاوي، وما عمرني نشتف على شي توني في المغرب في اي فرقه، لا المنتخب لا اي فريق، ما عمرني نشتف على شي توني، لانني كبير على الشتيف ديال التونيات وكنحترم اي توني، وبالخصوص احترمت فريق الرجاء البيضاوي والتوني ديالو احترمته من نهار جيت حتى ليومنا هذا. اي واحد كيطيح في الخطا، اليوم طحت في الخطا، الناس ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه. كنتمنى من الناس يكونوا واعين ويعرفوا شنو هو تيقولوا، لان زكريا حدلاف عارف راسو مربي ومخلق وأون بليس راجل وراجل لونس، ما تنديرش انا شي حاجه اللي هي خيبه. والتوني ديال الرجاء البيضاوي على راسي وعينيا، ونبقى نحترم العقد ديالي حتى الاخر رانا. هذيك الساعه يمكن ليا اما نمشي اما نبقى، اما باش نشتف على التوني راه ما نشتفش على التوني. وشكرا. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك